أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوا، الحلقة رقم واحد من الموسم الدراسي الجديد 2020-2021. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة العربية في جمهورية مصر العربية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون في ضيافتنا اليوم مستر عمرو جويش، أستاذ اللغة العربية بمدرسة الفرير دي لاسيل، واللي هيشرح لنا التجربة الشعرية. صباح الخير يا مستر. صباح النور على حضرتك أستاذ أحمد، وإن شاء الله يبقى حلقة مميزة في النظام الجديد اللي احنا اشتغلناه من أولى ثانوي وتانية ثانوي، وبنكمل مع طلابنا السنة دي في تالتة ثانوي في أولى حلقتنا عن هذا النظام. جميل يا سلام، شرفنا وتشرفنا كالعادة، ونسيبك مع طلابك بقى تبدأ تشوف لنا الموضوع النهاردة. هتشرح لنا ايه النهاردة؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد في البلاغة. طبعا احنا تمام. عارفين ان البلاغه من اول اولى ثانوي بيتناولوها معانا، لكن السنه دي ان شاء الله عليهم درس جديد. يعني هذا الدرس ما خدوهوش قبل كده لا في اولى ولا في تانية. اسم الدرس ده التجربه الشعريه. جميل، تمام تمام. طبعا اتفضل يا مستر. احنا هنا نقول لاولادنا ناخد بالنا من الدرس ده لانه من الدروس الجميله جدا. اسمه اهو التجربه الشعريه. الاول يعني ايه تجربه شعريه؟ كلنا في حياتنا بنمر بمواقف. المواقف دي ممكن تكون مسببه لفرح، وممكن تكون مسببه لحزن، ممكن تكون المواقف دي فيها أمل، فيها يأس، فيها تفاؤل، فيها تشاؤم. مواقف كتيرة بنعيشها في حياتنا وبنمر بيها. يعني ممكن أسأل مستر أحمد، اتفضل، وأقول لحضرتك حضرتك في حياتك مؤكد مريت بمواقف كتيرة جدا وتجارب كتيرة جدا. تمام. ممكن تقول لنا موقف من هذه المواقف اللي حضرتك مريت بيها في الحياة وأثرت فيك، إما بالحزن إما بالفرح؟ اكيد طبعا، يعني من التجارب البارزه في حياه الشخص بالنسبه للحزن ممكن يكون حالات وفاه حد قريب بالنسبه لك. يعني تمام، يعني عايز اقول ان ممكن انسان مننا يمر بموقف والاخر يمر بنفس الموقف. يعني وليكن مثلا النجاح. تمام. يعني ممكن انا مريت بموقف نجاح وممكن الاخر مر بموقف نجاح. ممكن زي ما حضرتك قلت انا مريت بموقف اني يموت حد من أقاربي، والشخص الآخر برضو نفس الكلام. فإيه هي قصة التجربة الشعرية؟ قصة التجربة الشعرية إن الإنسان يعبر عن الموقف اللي مر بيه شعر. تمام. يعني مثلا في شاعر قام برثاء أحد أبنائه. اسمه ابن الرومي. اسمه ابن الرومي. هذا الشاعر الذي قام برثاء ولد من أولاده توفي، مؤكد إن في حياتنا ناس كتير جدا بيموت أحد أبنائها ولكنه لا يجيد الشعر. صح كده؟ جميل. فالقصة إيه؟ القصة إن هي موقف مريت بيه وقمت بالتعبير عنه في صورة شعر. جميل. هي دي التجربة الشعرية، تجربة موقف عبرت عنه بشعر بس. طب ايه اللي خلى الانسان يعبر بالشعر وانسان يعجز عن ده؟ هي دي المقومات بقى اللي هنقولها مع بعض، او العناصر. كيف تكون شاعرا؟ جميل. كيف تكون شاعرا عشان اقدر اعبر عن اي موقف انا مريت بيه بشعر؟ لكن قبل ما نقول كيف تكون شاعرا، عايزين نقول نقطة مهمة جدا، ان التجربة دي ثلاث انواع. جميل. ممكن تجربة ذاتية شخصية. الله عليك يا مستر احمد. شخصية. فتجربة شخصية يعني هي تمس الشخص فقط الذي قالها. زي ما قلنا من شوية، شاعر يقوم برثاء احد ابنائه. زي ما اقول لك مثلا شاعر يقوم بالتعبير عن اغترابه هو عن بلده. جميل. هو تجربته هو.
ليست تجربة شخص آخر، هذه اسمها تجربة إيه؟ ذاتية. ذاتية. هناك تجربة عامة. يعني إيه تجربة عامة؟ يعني هو يتحدث بشكل عام، كأن أتحدث مثلا عن الإنسان المتشائم زي إيليا أبو ماضي، تحدث في قصيدة عن التفاؤل والتشاؤم، هذه قضية إيه؟ عامة. في بقى تجربة ذاتية تحولت إلى عامة، زي مثلا شاعرنا الجميل أحمد شوقي كان منفي خارج مصر وقال قصيدة بيعبر فيها عن حزنه عن غربته أو عن رحيله عن مصر، دي كده إيه؟ ذاتية ولا عامة؟ الشاعر يعبر عن حاجة خاصة بيه، يبقى ذاتية. ذاتية. ثم بعد ذلك في نفس القصيدة انطلق للحديث، هو كان في اسبانيا اللي هي بلاد الاندلس قديما، انطلق في الحديث عن معالم الاندلس. تمام. اصبحت ايه؟ عامة. فهنا ذاتية تحولت الى ايه؟ الى عامة. اذا التجربة الشعرية ثلاثة انواع. ذاتية و عامة، خلي بالكم، وذاتية تحولت إلى عامة. ليه بقى؟ لأن احنا في النظام الجديد ممكن نجيب لك أبيات زي ما هنتدرب النهاردة إن شاء الله ونقول لك ما نوع هذه التجربة، ألف كذا، به كذا، جيم كذا، دال كذا. طبعا لو حط لي دال أنا هحذف دال. ليه؟ لأن أنا عندي هما كم نوع؟ ثلاثة. ففي اختيار رابع كده بيقول لي استبعده طالما أنت فاهم، لأن احنا في هذا النظام لا يوجد حفظ، انما هنتعامل على الفهم فقط. جميل. حلو. نرجع بقى لنقطه خطيره جدا. هي ايه؟ ما الذي جعل الشخص الذي يمر بموقف مر به اخر هو يعبر بالشعر والاخر لا يستطيع؟ هذا يملك المقومات وهذا لا. التجربه الشعريه عشان امر بموقف وعبر عنه بشعر لازم امتلك عناصر. عناصر الشعر؟ طبعا. هقول الشعر ازاي؟ جميل. الا كان كل واحد مر بيه موقف كان عبر عن الكلام ده. لكن لماذا حضرتك لما مريت بموقف وفاة احد اقاربك لم تستطع ان تقول شعرا؟ ما عندكش المقومات. بينما اخر ابن الرومي في رثاء ولده عبر عن ذلك بقصيدة. فما هي عناصر التجربة الشعرية؟ خمس عناصر مهمين جدا، إذا امتلكهم الشخص لا يقدر يعبر خلاص. جميل. أول، نعم، معايا بقى بالراحة كده. أول هذه العناصر هي العاطفة. جميل. الإحساس، الشعور، الوجدان. أربع عناصر. هم لا، كل ده واحد. كل ده حاجة واحدة. تمام. لازم يكون عندك، ودي راس الحربة. بلغة الكورة، راس الحربة. يعني احنا قلنا كم عنصر؟ المفروض؟ خمسة. أهم عنصر، خلي بالكم من كل كلمة هقولها، أهم عنصر مين؟ العاطفة. العاطفة، يعني لازم يكون عندي إحساس الأول بالقضية اللي أنا هتكلم فيها. صح. لازم يكون عندي مشاعر. مستر احمد دلوقتي هيقول لي الله، طب ما انا ما قدرتش اكتب الشعر بس عندي عاطفه، انا قلت لحضرتك عنصر ولا خمسه؟ خمسه. ما كويس، ممكن كلنا نمتلك العاطفه بس انا ما قلتش عنصر. انا قلت تمام اهو، هنكتبها اهو عشان تبقى واضحه. انا قلت هنا ايه؟ ها، العناصر. لازم تمتلك الخمسه. ما ينفعش واحده تقع. جميل. ايه هي بقى العاطفه دي اللي انت وانت كده قاعد على الايه؟ على الفيسبوك كده بتلاقي كده يشعر بيه. شعورك غضبان، فرحان، زعلان، متفائل، معجب. يعني الشاعر الجميل ابو تمام لما قال ايه؟ اتاك الربيع الطلق يختال ضاحقا، ده بيتكلم عن ايه؟ أتاك الربيع. في سعادة هنا. عن الطبيعة. عن الطبيعة في فصل الايه؟ وصف الطبيعة في الربيع. يبقى هنا الإحساس المسيطر عليه إعجاب.
إعجاب. تمام. فهنا لازم الطالب الشاطر اللي يقرأ الأبيات قصاده قراءة مش جيدة ولا متأنية، إنما قراءة بإحساس. لابد، أصل مين اللي قايل الأبيات؟ شاعر مش أنا. فأنا عشان أوصل لعاطفة ده الشاعر ده لازم أنا أحس إحساس الشاعر ده. جميل. يبقى عشان أحدد، أنا ممكن أسهل عليك الأمر أقول لك مجموعة العواطف التي يمكن أن تسيطر على الشاعر: الفرح، الحزن، الأمل، اليأس، التفاؤل، التشاؤم، الاعتزاز، الإعجاب. تمام كده؟ دي مجموعة من العواطف، لكن مش هقدر أنا أحدد لك الأبيات اللي عندك بتقول إيه، إنما أنا أقدر أقول لك المفتاح الصح إنك تعيش الأبيات دي عشان تقدر وبمزيد من التدريبات الأمور تبقى كويسة. جميل. يبقى أول نقطة هي الإيه؟ العاطفة. يبقى طالما طلب حاجة من الحاجات دي في الامتحان يبقى أنت لازم تجيب له الإحساس، تقول له العاطفة كذا. خلي بالك لأن هنشوف دلوقتي طبيعة الأسئلة. جميل جدا. العنصر الثاني والمهم الذي يلي، أنا هجيبهم بالترتيب، والذي يلي العاطفة هو الأفكار. هو ماذا؟ الأفكار. الأفكار. والأفكار اللي هي القضية اللي أنا تناولتها اللي هو الشرح الموجز للأبيات. تمام. يعني إذا أنا لقيت أبيات بلاغة وعايز أفكار، يعني هو عايز إيه لما يقول لي الأفكار؟ عايز الشرح الإيه؟ الموجز. الموجز. خلي بالكم من كل كلمة هنقولها. يبقى لما يقول لي العاطفة يبقى هو عايز الإحساس. الإحساس. لما يقول لي الأفكار يبقى هو عايز الشرح الموجز. شرح الموجز. يعني هو الإنسان كتب أبيات زي ما قلنا: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. هذه الفكرة تتحدث عن إعجاب الشاعر بالربيع، لدرجة أن الربيع جاء إيه؟ جاء وكأنه شخص يتحدث من جماله وحسنه. تمام. باختصار شديد، ده أنا طولت كده كمان باختصار شديد. رقم ثلاثة وهو عنصر ومقوم وركن ركين من عناصر التجربة الشعرية: الألفاظ. تمام. هنبتدي هنا بقى، شوف بندخل ايه، بنتوغل بقى، بنتعمق اكتر. يعني عشان اكون شاعر لازم اكون يكون عندي ألفاظ. امال هكتب شعر ازاي؟ هكتب قصيدة 20 بيت و10 ابيات و30 بيت و100 بيت ازاي وانا ما عنديش معجم لفظي بمتلكه بشتغل عليه؟ اذا لما يجي يقول لي الألفاظ في الامتحان، يعني مطالب انا اللي اطلع، انا مش عايز اقول رقم، لكن هندي مثلا 3 ألفاظ. يعني انا عاطفتي الحب. تمام. فمؤكد ألفاظي هتكون ايه؟ بتعبر عن نفس الموضوع، الحب. الحب. انا حزين. حزن. لذلك عابوا على الشعراء، على بعض الشعراء، ان يكون في حالة فرح ويستخدم ألفاظ دل على الحزن، او العكس. نقول له انت استخدمت اللفظ ليه؟ انت حزين، طب تستخدم كلمه فيها فرح ليه؟ ده ينفع؟ يبقى هنا في تناقض. الله. تمام. يبقى مهم جدا اللي وانا بشتغل عندي احساس، لازم الفاظي تخدم الاحساس ده. شفت الاعجاب بالطبيعه؟ اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا. الالفاظ عامله ازاي؟ تمام. لكن شوف الشاعر لما يتكلم عن رساء ابنه: بكاؤكما يشفي. فجاب كلمة بكاؤكما، لفظ بيكلم عينه، لفظ دل على مين؟ على الحزن اللي هو عايشه. فلما يجي اعتزاز تلاقي أنا المصري، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. في فخر. جميل. في فخر، في اعتزاز. يبقى الطالب هنا لما يطلب منه الألفاظ عليه أن يأتي، هو شطارته ما ممكن اجيب 5، ايه المشكلة؟ بس الشطارة اللي اقول كل لفظ يوحي بايه؟ تمام. وحدي. توحي بايه؟ ضاحكا توحي بايه؟ بكاؤكما توحي بايه؟ بحزن مثلا، وهكذا. تمام. يبقى ثالث عنصر هو الألفاظ. انت عايز تبقى شاعر. جميل. يبقى لابد ان يكون عندك احساس. طب ما هو عندي وانا مش شاعر.
لابد ان يكون عندك افكار. طب ما هو عندي وانا مش شاعر. تمام. بس ما عندكش الفاظ ولسه في اربعه وخمسه. جميل. اربعه. الخيال. الايه؟ الخيال. الخيال دي بقى خلاص دي شاعر شاعر كده. تمام. والخيال نوعان، اما خيال كلي واما خيال جزئي. هتحفظ عزيزي طالب الثانوية العامة لا مكان لك في هذه المرحلة وفي هذا النظام. انت عارف ايه هو الخيال الجزئي؟ هتستغرب، وطلبة كتير عدوا اولى وتانية هيستغربوا لما يسمعوا الخيال الجزئي. ايه الجزئي ده؟ هم عارفينه بس مش عارفين انه اسمه جزئي، اللي هو التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل، اللي هي الصور البيانية الاربعة. يبقى الخيال الجزئي، ودي اخدتوها في اولى بالكامل، هي الصور البيانية الاربعة. وان شاء الله بوعدكم ان احنا في برنامج مدرس على الهواء هنتناول ده. تمام. مع النصوص عشان ما نضيعش الوقت. اهو تشبيه، استعارة، كناية، مجاز مرسل. هما يسمعوا الأربعة دول بس أول مرة يسمعوا إنها صور جزئية. فلما يجي يطلب الخيال الجزئي يبقى هو مطالب إيه؟ أجيب من الأبيات ثلاث صور. مش عارف أنا معلق على رقم ثلاثة ليه؟ بس هو وسط، يعني لا واحدة ولا اثنين ولا أربعة ولا خمسة، يعني هو وسط بين الصغير والكبير. جميل. فثلاث صور، جبت اثنين ماشي. يبقى انا المفروض قدام الابيات هنتدرب على كل ده النهارده ان شاء الله، بس انا عايز افهم. يبقى لما يطلب الخيال يبقى هو عايز كلي وجزئي. طبعا خلينا في الجزئي لان ده خدوه قبل كده وهنقول الكلي دلوقتي. يعني هو مطالب انه يستخرج تشبيه، زي مثلا لو انا اتكلمت عن الخيال في اتاك الربيع الطلق يختال، هقول شبه الربيع بانسان ياتي. بانسان ايه؟ ياتي. وهكذا. تمام؟ زي ما احمد شوقي يقول نفسي مرجل، وبيشبه هنا الانفاس اللي خارجه منه بالمرجل اللي هو الوقود الذي يغلي الماء، فانفاس حاره يعني. ايه بقى الخيال الكلي؟ ده تجيب بقى ثالثه سنه. ايه الخيال الكلي؟ الخيال الكلي بيكون على الاقل طبعا في ثلاث ابيات مثلا. الخيال الكلي ليه نقطتين مهمين جدا. ايه هي؟ ليه اجزاء او اطراف واجزاء الصوره واجزاء الايه؟ الصوره. طبعا بالنسبه للاجزاء اللي في الصوره بتكون الفاظ فيها صوت، الفاظ فيها لون، الفاظ فيها حركه. الكلام هنا صعب شويه صح؟ عشان كده دلوقتي هنقول نموذج من صفحة واحد عندنا هيظهر على الشاشة حالا دلوقتي اهو. في أبيات هنطلع مع بعض القصة دي، هي هنشتغل مع بعض سواء على الأطراف اللي هي الأجزاء، وهنقول هنطلعها ازاي، أو الخطوط. اقول ايه؟ الخطوط. الشاعر بيقول ايه؟ شاكن الى البحر اضطراب خواطري، فيجيبني برياحه الهوجاء، ثاو على صخر اصم، وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء، ينتابها موج كموج مكاره، ويفتها كالسقم في أعضائي. هذا مطران صاحب المدرسة الرومانتيكية. أنا مش هبدأ دلوقتي بالأطراف أو الأجزاء، خلينا نتكلم في خطوط الصورة اللي هي إيه؟ صوت ولون حركة. لو سألت حضرتك يا مستر أحمد وفي الأبيات اللي قصادنا، إيه الألفاظ
اللي استخدمها الكاتب فيها صوت. ايه الالفاظ اللي استخدمها الكاتب فيها صوت؟ حسيت فيها كده صوت. عايزين طبعا الورقة معانا. يعني الورقة معانا على الشاشة عشان تبان للطالب. ها. شاكن إلى البحر. كلمة شاكن. شاكن. مش دي فيها صوت؟ بشكي. ها. وكلمة يجيبني. مش دي برضو فيها صوت؟ جميل. حضرتك ما سمعت صوت الموج في الأبيات؟ ينتابها موج. في البيت الأخير. يبقى أهو هنقول كده صوت. شوف أنا ابتديت بالخطوط أهو. ابتديت بالخطوط، هقول صوت. سيب كل الأجزاء دلوقتي هفهمكم تجيبوها إزاي. يبقى الخطوط صوت نسمعه فيه كذا وكذا وكذا، وأطلع الألفاظ اللي فيها صوت. طيب، حركة نحسها، حركة نحسها فيه. يلا يا مستر أحمد راجع معايا كده، إيه الكلمات اللي حسيت فيها بحركة من الأبيات اللي قصادنا؟ برياحه الهوجاء. الهوجاء. الهوجاء المتلاطمة اللي جاية ورا بعض، يبقى حركة. إيه كمان؟ ها؟ كلمة اضطراب مش فيها حركة؟ كلمة ينتابها يعني يتوالى عليها الموج، الموجة بتيجي زي الموجة بتجري ورا الموجة، مش دي فيها إيه؟ حركة. بس أقول له كده، الحركة أنا أحسها فيه كذا وكذا وكذا، واجيب له الالفاظ من الابيات اللي فيها ايه؟ حركه. اللون، حسيت حضرتك ايه الالفاظ اللي فيها الوان؟ الصماء مثلا. كلمة صماء ما فيهاش لون، انما كلمة الشاكل الصخر البحر فيها لون. الترابي. لون الصخر. كلمة البحر مش البحر دي فيها لون؟ هو مش لازم اقول لك ازرق، بس البحر ده لما بيجي، لما بقول كلمة بحر مش بينعكس في ذهنك صورة البحر صاحب المياه الزرقاء؟ مظبوط. مظبوط. يبقى دي إجابة نموذجية للخطوط بتاعة الصورة. تمام. صوت نسمعه فيه وجيب لي الألفاظ. لون نراه فيه. لفظين ثلاثة مش مشكلة، يعني برضه أنا بحب رقم ثلاثة، لكن افرض لاقي لفظين بس خلاص. جميل. افرض لاقي لفظ واحد خلاص، هعمل إيه؟ حلو. تعال بقى الأجزاء، كيف أستطيع أن أحدد الأجزاء من هذه الأبيات؟ جيب لي أي حاجة ملموسة أو محسوسة بتدور حواليها الأبيات. يعني الأبيات دي دارت حوالين إيه يا أستاذ أحمد؟ بس حاجة ملموسة. شكل البحر. حاجة ملموسة، ما تجيبليش حاجة معنوية، ما تجيبليش العدل، ما تجيبليش الظلم. حاجة ألمسها، حاجة أشوفها. ها. عشان أكتب الألفاظ دي وأقول له أجزاء الصورة كذا. وهنا الشاعر المفروض بيعبر عن حزنه لحاجة معينة. بس مش هقدر أكتب الحزن. في أجزاء الصورة هكتب ألفاظ من الأبيات فيها حسي، شايفه بعيني، شايفه بعيني. ما اقدرش اكتب الحزن، حزن انا احسه ما اشوفهوش ما المسهوش. انت عايز حاجة. عايز حاجة حسية. ها. حاجة حسية. ايه رأيك في الأبيات؟ كلمة بيت بيت. اضطراب مثلا. لا، اضطراب برضه حاجة حسية. حاجة حسية، ما اقدرش المس الاضطراب. ايوه. انما اجيب كلمه كويس اللي حضرتك شوف بتناقشني، لان الطالب بيفكر برضو. يعني انا مستغل حضرتك اكنك طالب قصادي. جميل. كلمه البحر. كلمه الصخر. كلمه الموج. تمام. كل دي حاجات بشوفها والمسها. كمان الشاعر نفسه اللي هو بيقول شاكن، مش ده جزء من الابيات؟ طبعا. بس يبقى عندما، ودي نقطه بتقابل مشكلة أو بتعمل مشكلة عند طلبة كتير، اللي هم مش بيقدروا يحددوا الأطراف بتاعة الصورة أو أجزائها. باختصار اكتب ورايا، أطراف الصورة وأجزاؤها هي الأشياء الملموسة التي دارت حولها الأبيات. بس جميل. ببساطة شديدة جدا. يبقى أنا عايز أطلع، ركز بقى معايا، عايز أطلع خيال كلي. أقسم الحتة زي ما انا عامل كده لسهمين، اقول له اطراف الصوره واجزاؤها كذا، وقلت هجيب كلمات فقط. راجع معايا كويس، افهم، درس جميل، درس ممتع. واجيب له كلمات محسوسه وملموسه، ملموسه من الابيات. اما الخطوط اقول له صوت نسمعه فيه، واجيب له كم لفظ فيهم صوت.
زي شاتم، زي يجيبني لون نراه فيه اقول له لون البحر، لون الصخر. حركه نحسها فيه اقول له كلمه ينتابها، كلمه اضطراب، كلمه هوجاء، كل دي كلمات فيها حركه. اما لو طلب مني خيال جزئي هقول الصور الايه؟ البيانيه. وانا بحب قوي ان الطالب يجيب اما تشبيه واما استعاره. طبعا هيجيب ثلاث صور. فخلي بالك هناك فرق، هناك فرق عزيز الطالب، طالب الثانويه العامه في نظامها الجديد، بين الخيال الكلي والخيال الجزئي. يا رب تكون الدنيا وضحت انك تفهم الفرق بين الخيال الكلي اللي هو بينقسم الى قسمين بجيبهم الاثنين، الاطراف والاجزاء وقلت لك بتجيبها ازاي، والخطوط اللي هو صوت نسمعه فيه، لون نراه فيه، حركة نحسها فيه، ونجيب كام لفظ. وبعد كده الصور البيانية، ده لو طلب مني الخيال الجزئي اللي انت واخدها في اولى وتانية. هتقول لي طب ما نراجعها، اقول لك حاضر هتتراجع. يعني بيقول لي استخرج احدى الصور البيانية ولا بيجيبها لي ازاي؟ ممكن يقول لي كده طبعا. لكن انا بتكلم في التجربة الشعرية ما يقولهاش كده. يقول لي العاطفة والخيال، او يقول لي للخيال دوره في ابراز عاطفة الشاعر. فهنا هو عايز الخيال والعاطفة. تمام. الخيال هيكتبه ازاي؟ لازم يكتبه بالشكل ده. لكن لو قال لي استخرج صورة بيانية هتبقى سهلة. انا بتكلم مثلا يعني سي مثلا البيت الاول بيقول شاكن الى البحر اضطراب خاطري. هنا يعتبر شبه البحر بانسان بيشكو اليه. اهي صورة جزئية استعارة مكنية. الله تمام. عليك يا مستر احمد. اهي دي صورة جزئية استعارة مكنية. طبعا هنراجع مع بعض الحاجات دي لان انا عارف ان هم نسيوا، لكن ان شاء الله هنراجعها باذن الله. جميل. لكن لازم يفهم الخيال، مهمة جدا جدا جدا. تمام. ثم العنصر الخامس والأخير، خلاص كده انت بقيت شاعر، وهو الموسيقى. الموسيقى حلوة، عندي خيال وعندي، طب انا ممكن اكتب حاجة زي موضوع القراءة وفيها خيال بس ما بقاش شعر. تمام. لأن الشعر يلزم عنصر اسمه ايه؟ الموسيقى. يبقى خمس عناصر مهمين جدا إذا الشاعر أراد أن يصبح شاعرا. لازم يبقى معاه الادوات دي، طبعا معاه العناصر دي، معاه المقومات دي. تمام. عشان كده اسمها تجربه شعريه. مر الشاعر بموقف فعبر عنه بشعر، حس، افكاره، الفاظ، الفاظه، خيال، خياله، الموسيقى سواء الكلي او الجزء. الجزئي. ثم الموسيقى، قالب الموسيقى اللي يديني في الاخر شكل القصيده. والموسيقى نوعان، موسيقى ظاهرة ونسميها خارجية. تمام. وموسيقى خفية ونسميها داخلية. أما الموسيقى، خد بالك عشان ممكن يسألك في واحدة منهم. أو يقول لك الموسيقى بشكل عام. تمام. مش عايز حفظ، مش عايز حفظ. أما الموسيقى الخفية أو الداخلية فدي هتكون موجودة في كلمة جمعتها لكم، الترميز صارت. أنا رمست للأربعة أهو ألف ب ج د، رمست لهم بكلمة صارت. صارت الصاد صدق العاطفة. ما أنا إحساسي لو صادق هيعمل موسيقى بس أنت ما تحسها، خفية. تمام. الألف ألفاظ موحية. أيوة. الشاعر يستخدم لي عبرة وعبرة. طب ما هو عبرة يعني دمعة، طب ما كنت قلت دمعة. قال لك لا، عشان أعمل موسيقى عبرة وعبرة مثلا يعني. لكن هنا الألفاظ المحية، اللفظ يوحي بإيه؟ زي ما قلنا ده يعمل موسيقى خفية. تمام. أو داخلية. الره روعة الخيال. شاكن إلى البحر. لما يشبه البحر بإنسان، خيال رائع. ويجيبني. البحر يشكو إليه ويجيبه. يا سلام على الخيال. يا سلام على العالم السحر الذي أوجدنا فيه الشاعر. البحر بشكيله ويرد عليه. ويرد عليه. أربعة ترابط الأفكار. الأفكار المترابطة تعمل موسيقى خفية. تمام. الطالب ليس عليه فقط إلا أن يكتب الأربعة إذا طلب منه الموسيقى الخفية أو الداخلية. نقولهم بقى كده. ست العاطفة، ألفاظ موحية، روعة الخيال، ترابط الأفكار. هذه موسيقى خفية. جميل. هذه موسيقى داخلية. تمام. أما الموسيقى الخارجية، واحد
دي فيها اتنين بس، وحدة الوزن والقافية. وحدة الوزن والقافية. الوزن والقافية، ان يجيب طبعا الوزن صعب على طالب ثانوية عامة، لكن القافية اللي هي اخر حرف زي بعضه. اخر حرف يعني مثلا من اللام تكون كلها يا، يعني شوف عنترة، سكت فغر اعداء السكوت وظنوني لاهلي قد نسيت، شوف اخر حرف ت، وكيف انام عن سادات قوم انا في فضل نعمتهم ربيت، وان دارت بهم خيل الاعادي ونادوني اجبت متى دعيت بسيف حده يسجي المنايا. وخلي بال حضرتك في وزن، في وزن في كل ده لما اجي اقراه بوزن حاجه اسمها علم العروض، بس هي مش عليهم في ثانويه عامه، انما في الثانويه الازهريه بياخدوها. حلو كده؟ يبقى وحده الوزن والقافيه ده يعمل موسيقى ايه؟ خارجيه. خارجيه ظاهره. اما ب، اما ب فهو اي محسن بديعي يعطي جرسا موسيقيا، زي الجناس اللي انا عملته من شويه ما بين عبره وعبره، هذا جناس ناقص. طبعا هرجع لك برضو المحسنات المفروض تبقى عارفها، سواء حسن التقسيم سواء التصريح سواء الجناس، لان هم دولت الثلاث محسنات فقط اللي بيجوا فين؟ في الشعر. اذا الشاعر هنا اصبح شاعرا، اصبح شاعرا، امتلك العاطفة، أفكار. جميل. لما يقول لي عاطفة يبقى عايز إحساس. لما يقول لي أفكار يبقى عايز شرح موجز. تمام. لما يقول لي ألفاظ يبقى هقوم باستخراج ثلاث ألفاظ أو أربعة فيهم الإحساس. أنا فرحان يبقى أجيب لي ألفاظ فرح. أنا بحب يبقى أجيب لي ألفاظ حب. أنا بكره يبقى أجيب لي ألفاظ كره. كل ده وارد في الشعر. جميل. وارد في الشعر. إن عاطفة مسيطرة على الشعر الكره. وارد، هي طبعا عاطفة وحشة بس وارد. ثم الخيال نقسمه الى نوعين، اما الكلي والايه؟ جزئي. والجزئي، وانا عرفت الكلي والجزئي ازاي؟ والموسيقى اللي الشاعر بقى بيعمل لي بيها الشعر سواء الظاهره او الخفيه، وقلت له الخفيه بنستخدمها ازاي؟ 1 2 3 4، وقلت له الظاهره الخارجيه الف ب. وكان الموسيقى هي اهم حته فيها، لو انت لو انت يعني هي دي المشكله، انك تطلع محسنات لكن الباقي انت حافظه. واحد يقول لي انت لسه قايل مفيش حفظ، اكتبه في الكتاب. تمام. ما هو هو الموسيقى مكتوبه في الكتاب، عايز تنظمها نظمها، لكن تحفظ ليه؟ انا المهم عايزك فاهم مش حافظ. مظبوط. تعالوا بقى بعد ما عملنا التجربه الشعريه، وهو درس جديد من الدروس الجميله، يا رب يكون الطلاب فهموه، طلاب الثانويه العامه اللي بيشاهدونا دلوقتي، تعالوا بقى نطبق على ده، لان اهم من شرح الدرس صدقني يا مستر احمد زي ما هتشوف دلوقتي هو التطبيق اللي هنعمله حالا. واجمل حاجه في التطبيقات اللي انا محضرها هي التطبيقات اللي تراعي المنهج الجديد اللي هو الفهم، مبني على الفهم، مبني على الفهم. تعالوا نشوف مع بعض في صفحه رقم 2 قدامنا ابيات. جميل. وهستعين بحضرتك واغلط ما فيش مشكله يا مستر احمد ما تخافش. تمام. الشاعر بيقول مطران: إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي، إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي، عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفاي لاستشفائي، متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي. أستاذ أحمد، التجربة هنا اختر من مما يلي: ذاتية عامة، ذاتية تحولت إلى عامة، عامة تحولت إلى ذاتية. هو المفروض إن هنا في غربة بالنسبة لل أو منفى بالنسبة لل للشاعر. هو الشاعر هنا كان بيحب واحدة. بس طبعا إيه، مش جايب لسه السيرة. لكن هو كان بيحب واحدة وقالوا له أصحابه إنه إيه، روح يعني إيه إسكندرية، هو كان من لبنان لأن مطران لبناني، يمكن تخف. فتتصور كده الابيات دي، هل تجربه خاصه به هو ولا عامه، ولا هي ذاتيه تحولت الى عامه، ولا عامه تحولت الى ذاتيه؟ اصلا في اختيار هنا ما ينفعش، اللي هي عامه تحولت الى ذاتيه. صح، احنا قلنا ثلاث اختيارات بس. تمام. يبقى كده ايه، يلا بقى نعمل احذف اجابتين. ممكن مثلا نقول ذاتيه تحولت لعامه. لا، فين العامه فيها؟
هو الاخر ابيات عمال يتكلم ايه؟ بص البيت الاخير كلها شخصيه صح، كلها متفرد متفرد بصبابته، يبقى لازم افهم متفرد انا زمان ما كنتش هجيب السؤال ده للطالب، انا كنت اجيب له سؤال اقول له العاطفه والافكار زي ما هنجيب دلوقتي. جميل. لكن هنا لازم تكون فاهم، يبقى التجربه هنا ذاتيه. ادخل بقى بكتاب المدرسه وادخل ب100 كتاب خارجي لو حابب، مش تفهم مش تعرف تجاوب الا لو انت فاهم. جميل. نروح مع بعض لصفحة رقم 3. تمام. الشاعر إيليا أبو ماضي وأحد شعراء المهاجر، وطبعا ده عندهم الأدب المدارس الشعرية وهي متعة ثالثة ثانوي، هي متعة غير أولى وثانية خالص. الشاعر بيقول: كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض وإنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عزجد يتضرم. هنا المفروض ان هو بيخاطب الناس عامة. الله عليه. يبقى المفروض ذاتية تحولت لعامة. هل في الأول كان سوري لا عامة عامة فقط. عامة فقط. أنا هريح حضرتك. صعب يجي في الأبيات ذاتية تحولت إلى عامة. صعب يجي في امتحان. تمام. لأني أنا مش بقول ممكن، لا ممكن يجي. بس الذاتية تحولت إلى عامة أبياتها كتير. جميل. لازم يجيب لي ليه؟ لان ممكن الراجل في 10 ابيات بيتكلم عن نفسه وبعدين يحولها لعامه. تمام. لكن وارد، لكن انا عايزه يبقى فاهم. طالما التجربه هنا هو بيكلم الانسان المتشائم، الانسان دائم الشكوى. جميل. لا تمام، لا هنا عامه للجميع. نروح مع بعض الى صفحه رقم 4. والسؤال الثالث: اسئله بطعم النظام الجديد. جميل. يقول أبو القاسم الشابي، وده طبعا أحد شعراء تونس: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هزئا بالسحب والأمطار والأنواء، لا ألمح الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. هنا من وجهة نظر العاطفة المسيطرة على الشاعر، هل نقول اختيارات؟ الحزن أم الفرح أم التهكم والسخرية أم التحدي والاعتزاز؟ على حد فهم التحدي والاعتزاز. كلام حضرتك صح. يبقى فهمنا صح، يبقى التحدي والإيه والاعتزاز. يبقى أنا ممكن أحول الأبيات لاختيارات من متعدد، بل لما قلت أقول له السنين اللي فاتت إيه العاطفة، أنا هجيب له اختيارات. وأنا جايب له المرة دي أسهل. جميل. أول حلقة مش عايزين نصعب، لكن ممكن بعد كده أبيات أجيب له الأربع اختيارات يحتار ما بينهم. تمام. تمام كده؟ جميل. نروح مع بعض لأسئلة أول مرة هنشوفها في مدرس على الهوى. جميل. تمام؟ السؤال الرابع: إن أساس التجربة الشعرية أيا كان موضوعها، اختر يا مستر أحمد. احنا قلنا كم عنصر؟ العناصر 5. اساس التجربة الشعرية ورأس الحربة في التجربة الشعرية. هل الصدق الشعوري ام الفكر ام الالفاظ ام الخيال؟ ولو كان عندي اختيار هي كنت قلت لك الموسيقى. الاساس يعتبر اللي هو المفروض الصدق الشعوري هي بتعبر عن العاطفة. الله عليك. تمام. بس انا هنا شلت له العاطفه والوجدان وحطيت له الصدق الشعوري. ايه العاطفه؟ ما هو شعور. اهو. أيوة. لذلك انا كتبت ليه كتبت الالفاظ؟ عشان عارف الطالب لو ما جالوش عاطفه، الله ايه شعور دي؟ هي العاطفه. هي الاحساس. جميل. السؤال اللي بعد كده رقم 2 في السؤال الرابع. رقم 2 في السؤال الرابع: يزيد من قيمه التجربه الشعريه الى جوار صدق العاطفة. يعني ايه الحاجة اللي بتزود من قيمة التجربة الى جوار العاطفة؟ هل الصدق الشعوري؟ ينفع اختار الصدق الشعوري اصلا؟ هي دي يعتبر مكملة للعاطفة. هي العاطفة. هي العاطفة. هي العاطفة. فدي الف نصطب على الف. الف غلط. يبقى انا كده عندي بيه وجيم وايه ودال. هل جلال الموضوع ام انتقاء الالفاظ ام جمال الصور؟ طبعا الصور خيال صح؟ الصور خيال، لان احنا قلنا صور جزئيه والالفاظ في الالفاظ.
جلال الموضوع تعتقد حضرتك بيعبر عن ايه هنا في الخمسة دول؟ جلال الموضوع. جلال الموضوع يعبر عن ايه؟ صح، نظرتك صح، عينك بتقول صح. ها، لا، الموضوع الأفكار مثلا. الأفكار، ما هو الموضوع هو الايه؟ الأفكار اللي أنا بتكلم فيها، الفكرة اللي أنا بتكلم عنها. هنختار ايه بقى؟ يزيد، وأنا بكلم الطالب بس، أنا بقى ايه، مستغل مستر أحمد. يزيد من قيمة التجربة الشعرية إلى جوار هذه الأسئلة لن تشاهدوها إن شاء الله إلا في مدرس على الهواء فقط وحصري. جميل، اتفضل يا مستر أحمد جاوب. احنا رقم اتنين. ايه اللي يزيد من قيمة التجربة الشعرية إلى جوار صدق العاطفة؟ ب ولا جيم ولا دال؟ احنا قلنا دلوقتي جلال الموضوع. جلال الموضوع. يبقى هي الفاظ كويسة، لكن الأول عشان التجربة تعلى لازم إحساس، وتعلى أكتر ما أنا ممكن إحساس والموضوع بتاعي مش الفكرة. تافه تافه، لكن الموضوع لو في جلال وعظمة هنا تزيد. جميل، تعال نروح لرقم ثلاثة. رقم ثلاثة، لا يعد من التجربة الشعرية الألفاظ دي. طلاب ثانوية عامة على مدار السنين اللي فاتت، أتحدى طالب فهم لفظ من دول إلا الرومانسي بس. لكن شفت النظام الجديد عمل فينا إيه؟ هيخلينا نفهم الطالب كل لفظ. الألفاظ دي موجودة في الكتاب، لكن لو معاك كتاب مش هيفهم هو إيه ده، لأن لازم يبحث. هو ده اللي إحنا بنقوله. جميل، صح كده؟ تمام. التجربة الشعرية، في شعر من دول ما بنعتبرهوش من التجربة الشعرية، هل هو الغنائي؟ طب هقول لحضرتك يعني إيه غنائي؟ الغنائي هو كل شعر يعبر الإنسان عن مواقف مر بها. جميل. ينفس فيها عن شعوره وآلامه وآماله وأفراحه. يعني من الآخر الشعر الرومانسي هو نوع من الشعر الغنائي. تمام. صح كده؟ يبقى أولاً ألف وجيم طالما جيهم في الاختيارات يتحسوا الاثنين بيدوا نفس المعنى. نفس المعنى. ما انا لو اخترت رومانسي هو الغنائي. تاني، اكتب وراي، اكتب وراي. الشعر الغنائي هو الشعر الذي يعبر فيه الشاعر عن مواقف مر بها، يعني تجربة شعرية، ينفس فيها عن آلامه وأحزانه وأفراحه. حلو. طيب، ايه هو الشعر الملحمي؟ هو الشعر الذي يحكي فيه الشاعر قصص أبطال، زي أحمد محرم ما حكى قصص الصحابة في غزواتهم. تمام. زي الإلياذة والأوديسة اللي هي الملحمة اليونانية الرائعة. قصص أبطال، وممكن يكونوا حقيقيين وممكن يكونوا أسطوريين. مفيش مشكلة، ده شعر اسمه إيه؟ ها؟ ملحمي. جميل. أما الشعر التعليمي فهو الشعر الذي يعبر فيه الشاعر عن علم ليسهل على المتعلم حفظه. يعني أنا عايز أسأل قاعدة نحو، فهم أعملها في أغنية. جميل. في شعر يعني. تمام. زي مين؟ ابن مالك لما عمل وأبدع الألفية. سماها الألفية ليه؟ ألف بيت شعر. ألف بيت شعر حكى بهم أو عبر بهم عن كل قواعد النحو. إيه رأي حضرتك؟ أني شعر من دول لا يعتبر ولا يندرج تحت التجربة الشعرية؟ أعتقد إيه؟ التعليمي؟ الله عليك، الله عليك. فالشعر التعليمي ليس فيه عاطفة، هو شعر جاف. جميل. شعر جاف، مفيش موقف. هو لقى حاجات في العلوم صعبة، فقال أقول بيت شعر سهل على الطالب القاعدة دي. جميل. ننتقل إلى صفحة ستة، ونموذج على العاطفة والفكر. سريعا، أنا لم أهن عند الخطوب ولا فقدت شجاعتي، أنا ما هدرت على بلاط الأقوياء كرامتي،
أنا ما خفضت لغير ربي والعدالة هامتي، أنا في سبيل الضاد اللغة العربية أحمل في الصعاب رسالتي، للوحدة الكبرى نظرت دمي ونور يراعتي. وكلمة الإراعة يعني القلم. تكشف تجربة الشاعر في الأبيات عن تعانق الأفكار مع العاطفة. سؤال يا مستر أحمد، هو عايز هنا أحكي عن إيه؟ حاجة واحدة ولا حاجتين؟ ترابط الأفكار مع العاطفة. يبقى كام حاجة؟ حاجتين. إيه هما؟ الأفكار والعاطفة. أبدأ بالعاطفة اللي هي الإحساس، أقوله وهو إحساس الاعتزاز، واضح؟ أنا أنا أنا. والأفكار أشرح باختصار. تمام، شرح موجز. بس كده. جميل. نكمل. السؤال السادس اللي هو صفحة 7. أحبك، ده بيتكلم على اسكندرية وتمشي برضو عن غزل المحبوبة. أحبك والحب لو تعلمين ربيع القلوب ونور المقل، وألقاك فجرا شهي الضياء يبدد ليل الأسى والملل، وحين يحاصرني الاختراب أعانق في مقلتيك الأمل. الله يا اسكندرية. ما العاطفة المسيطرة على الشاعر وما أثرها في اختيار الألفاظ هنا؟ ماذا يريد؟ الحب. حلو. لا أنا عايز الأول ماذا يريد في هذا السؤال، نحدد الأول ماذا يطلب، هو عايز مني إيه؟ هي العاطفة المسيطرة على الشاعر بس وما أثرها في اختيار الألفاظ. حلو، يبقى هقول له العاطفة هي الحب. ممكن تختار لي كم لفظ يدل على الحب؟ أها. ها، أحبك أهو، أحبك. أيوه جميل. أو لفظ هاي كمان الضياء، مش ده حب؟ جميل. أعانق، أعانق، أضم، أحضن، هو ده مش حب؟ جميل، صح. صح كده؟ يبقى كده جاوبت إجابة نموذجية. تمام. بس خلاص أهو افهم. حلو. صفحة 8. صفحة 8. نموذج على الموسيقى، حتى حلوة كده. تمام. كم زي يكابد عاشق ويلاقي، أحمد شوقي، في حب مصر كثيرة العشاق، إني لا أحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق، لا في عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب راقي. للموسيقى الخارجية أثر، هو عايز هنا كل الموسيقى؟ الموسيقى الخارجية. نروح ننقل له الخارجية اللي احنا قلناها. اللي احنا قلناها اللي هي وحدة الوزن والإيه؟ والقافية. والقافية، ويا سلام لو محسن بديعي، زي كم ذا يكابد عاشق ويلاقي، آخر حرف قاف. لأن احنا ما بنحسبش الياء ولا الواو ولا الألف. في حب مصر كثيرة العشاق. تمام. قاف أهو. تمام كده؟ تمام. كم بقى في نموذج؟ إن شاء الله ممكن نأجله للمرة الجاية، وهو على على الإيه؟ على الخيال. عشان يبقى كده احنا قلنا للطالب كل ما يختص. والأجمل الأسئلة في الثوب، في ثوبها الجديد، في برنامج مدرس على الهواء حصري فقط على قناة الصحة والجمال. جميل يا مستر أحمد، اتفضل يا مستر أحمد. الجمال نختم بالجمال. جميل. تحب تقول إيه للطلبة بتاعتك في دقيقة كده في عجالة، بالنسبة لل يعني بالنسبة لمنهج اللغة العربية ككل، وبالنسبة للوضع الجديد بالنسبة للنظام الجديد للثانوية العامة؟ أقول لابني مفيش حاجة هتتحفظ، ما فيش حاجة هتتحفظ، افهم ثم افهم ثم افهم. حتى لو حاجة هتتحفظ هتكتبها قدامك في الكتاب، محدش هيقول لك لا. الفهم والاستنتاج، ومش كلمات بقى بنرددها، احنا طبقنا وشفنا بعينينا الجمال والحلاوة ازاي نطبق صح في النظام الجديد. كل المواد عايزة كده، كل المواد. أرجوكم اطلعوا وابحثوا وابحثوا واقروا عن المعلومة من كذا مصدر. انتوا تالتة ثانوي داخلين جامعة، نظام بيسعى لتحقيق شخصية الطالب. بلاش بقى، خلاص كفاية حفظ، وكفاية كفاية اللي احنا فيه. يعني عايزين إبداع، عايزين ابتكار، وده اللي إن شاء الله هنشوفه مع أولادنا، وأعتقد إن شاء الله في برنامج مدرس على الهواء. شرفتنا مستر عمرو، وتمنياتنا القلبية بالتوفيق دايما لطلابنا الأعزاء. شكرا. شكرا لك.